صاحب الزمان يا الله، عجل وقرب فرج وليك صاحب الزمان يا الله، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين والمستشهدين بين يديه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين ظهور الحجة يا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة ظهور الحجة المؤمنين، اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم عجل لوليك الفرج، استجب لكم هذا وعد الله، دعوة الصائم تستجاب كلام رسول الله، فلنجعل دعاءنا جميعا ونردد معا: اللهم عجل لوليك الفرج،